بعد تعرض متحف الفنون والآثار القديمة بالعاصمة للتخريب والنهب. كاميرا النهار ترصد لنا أجواء الترميم. رحمة حملات تفصل في هذا التقرير. لا يبدو هذا المكان المنعزل فوق هذه الحديقة الغناء مغريا للفوضى، وحتى هذه الشخصيات الحجرية تبدو مسالمة ولا تحرض على العبث. متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية أتت عليه يد التخريب وعاثت فيه فساداً كما تشاهدون. ولسان حال المواطنين هنا، لماذا تستهدف هذه الأماكن المسالمة؟ فيها تورط قديم، فيها حوايج بزاف تاع بكري. تسمى لازم ما يتوشيونش، ما يقعدوا تسمى الهجه اليوم جايين وكلش بيعاودوا يشوفوهم تانيك. لما نتكلم على متحف هو تراث وطني، هي الذاكره للشعب الجزائري، واحد ما يحق له باش يتعدى على امور كما هذه. الاشغال هنا على قدم وساق لاصلاح ما يمكن اصلاحه، وحتى المجتمع المدني التف حول المكان الذي كسرت الفوضى هدوءه. Il y a eu un début d'incendie qui s'est déclaré dans les bureaux de l'administration. Ça a donc détruit certains documents d'archives et tout ça. Ça, c'est dommage parce que c'est très important pour un musée et pour les objets, pour les collections. المتاحف تعتبر الواجهة الثقافية للبلاد، وتعرضها للتخريب يسيء للجزائر، خاصة وأن كل الأعين مصوبة باتجاه البلاد.